السلام عليكم. بون نستناو شويه يطلع يجي لو نومبر دو فيو. السلام عليكم. بون اليوم في الديريكت هذا حنهضروا على بون جو مي بريزون ديجا بنجامة مصطفى ريداكتور ان شيف دي جورنال لو بروفينسيال كي باري عنا با ويخرج ويصدر في الشرق الجزائري. اليوم راح نهضروا على لا سيتوياسيون تاع لا بريس الجيريان وعلى لا سيتوياسيون بوليتيك تاع البلاد في ظل الأزمة الصحية هذه اللي يشهدها العالم كامل واللي يشهدها الجزائر بصفة خاصة أيضا اللي هي انتشار وباء الكورونا. دونك نزيدو نستناو شوية بركا يجيو كلكو سبيكتاتور يجيو كلكو بيرسون يزيدو يشوفو اللايف ونبداو اللايف كوريكتومون. بون بور رابل je me présente encore une fois, Benjamin Mustafa, rédacteur en chef du journal Le Provincial, li yukhrej fi annaba, natq bil lugha al faransiya, w yuwazza' fi sharq al abra sharq al jazairi. اليوم في اللايف هذا رايحين نحكيو على لا سيتوياسيون بوليتيك تاع البلاد في ظل الازمه الصحيه اللي تشاهدها البلاد، يعني انتشار وباء كورونا فيروس. حنهضروا ايضا بصفه خاصه على الحاله اللي صرات اليوم، يعني الزميل الصحفي خالد درارني اللي حطوه سو موندا دو ديبو بعد ما حطوا قاضي التحقيق للمره الاولى، يعني يوم 10 مارس اللي فات تحت الرقابه القضائيه. اليوم راهم بروفيتاو من الازمه اللي كاين، بروفيتاو من الهدنه الصحيه باش يبلاسيوه سو موندا دو ديبو، يعني امر بايداع الحبس المؤقت. دونك حنحكيو سي في اللايف هذا على سيتواسيون بوليتيك اونفان partiellement à la situation politique تاع واش قاعد يصرى في ظل الهدنه الصحيه هذه اللي دارها الحراك مع توقيف المسيرات، وذلك حفاظا على المصالح العليا للبلاد. اذا نبداو. وضع الصحافه اليوم راهو ما يفرحش، مي فريمون ما يفرحش بلوس كو جامي. يعني الطرف تاع لا ليبرتي اللي ربحته الصحافه بعد احداث اكتوبر 88 راح، يعني كومبليتوم الصحافه درك ماهي تتمتع بحتى حريه، ما عندها حتى حريه. الصحافه اليوم راهي مقيده، يعني ماهيش وحدها. جو بونس ما كانش غير الصحافه اللي راهي مقيده في الجزائر حاليا في بالاوضاع السياسيه دي. ما لا كاين سلك العداله ايضا اللي جو بونس راهو ماهوش متحرر كومبليتوم، راهو تحت السلطه التنفيذيه. لكن احنا اليوم رايحين نهضروا خاصه على الصحافه وعلى قطاع الصحافه، يعني الصحفيين اليوم ما راهمش احرار باش يكتبوا شي يحبوا، ما يقدروش يكتبوا شي يحبوا. كاين خط تحرير تقوم به السلطه الفعليه، يعني السلطة هي من تضع خط التحرير، وعلى الصحفيين وكل الجرائد وكل القنوات وكل وسائل الإعلام الموجودة أنها تلتزم بهذا بخط التحرير هذا اللي وضعته السلطة. يعني اللي ما يلتزمش بخط التحرير هذا يقدر يلقى روحه بون يبداو عندهم بليزيور موايان باش يقمعوا الصحافة، يعني لاسفيكسي ايكونوميك، يحبسوا لك لا بوبليسيتي، يضغطوا عليك من جانب الاقتصادي، يعني وسيله اعلام بدون موارد ماليه ما تقدر دير والو. اوتوماتيكمون كي يضغطوا على وسيله الاعلام الصحفي يلقى روحه ما يقدرش يخدم خدمته. اذا يخرج ويغطي الاحداث ويكتب المقالات تاعو، وفي لافان كي يوصل لا ريداكسيون تاعو الارتيكل تاعو ما عندهش، يلقى روحو سونسوري، يلقى الارتيكل تاعو ينقص منه بعض الاجزاء، لانهم الاجزاء هذيك ما تخدمش السلطه وما تخدمش النظام ولا تتماشى مع الخط التحرير الذي يضعه النظام.
إذن يسونسوريوه، يقصوا لهم الارتيكل تاعو، ويمكن حتى انه الصحفي هذاك اذا وصل ويكمل يكتب كما حاب هو، ويكمل يكتب مش كما حاب هو، يكمل يكتب اون سو بازون سو ليتيك لا ديونتولوجي جورناليستيك، ويدي غير بالاخلاقيات المهنه ولا كونسيونس بروفيسيونيل تاعو، يلقى روحه ربما مفصول عن العمل، يسحتوه ديفينيتيفمون من العمل تاعو، لانه il nuit à l'établissement، يعني الوسيله الاعلام يضرها، من حيث انه المقاله تاعو هذيك تضر وسيله الاعلام تاعو، انه السلطه تضغط على وسيله الاعلام هذيك وما تنحي لها وتنحي لها لا بوبليسيتي، واذا ما كانش سوارد وسيله الاعلام ما تقدرش تعيش بلا سوارد، اذا اوتوماتيكمون لي زورغان دو بريس يل بريفير سو سيباري دان جورناليست، يعني يفصلوا من العمل الصحفي، انهم خير من انهم يخسروا من الموارد الماليه تاعهم كامله، ويكونوا اوبليجي انهم يغلقوا الجريده او وسيله الاعلام نهائيا، يعني يفصلوا صحفي خير من ما يلقاو ليفيكتيف تاعهم كامل او شوماج. هذا هو الواقع المغربي. هناك بعض كلكو زورغان دو بريس، يعني بعض وسائل الاعلام اللي تتمتع بنوع ما من اون اوتونومي فينونسيار، يعني استقلاليه ماليه، لانها ماهيش تابعه لوكاله الاشهار باش تدي لا بوبليسيتي. هادوك عندهم دي موايان واحد اخرين باش يضغطوا عليهم. باغ اكزومبل رانا نشوفوا لي سيت دانفورماسيون، لي سيت دانفورماسيون كيما تي اس ا، كيما انترليني، كيما لافونغارد، كاين العديد منهم. قاعدين نشوفوا سي في جرائد مكتوبه اللي قاعده تقاوم، قاعدين نشوفوا بون دوماج كو بون كاين اون شان، كاين اون و دو شان بالا قاعدين يخدموا ويكوفري ويلز ايساي دو فير دو بون ترافاي افيك لو بو دو موان اللي عندهم. اما هذا ما يكفيش، اما هذا سي بيان مالورو مي ما يكفيش. والصحفيين اللي راهم يكملوا يخدموا خدمتهم نلقاوهم يتعرضوا للمضايقات من نوع اخر، يعني المضايقات كاين، والمضايقات هذه حتكون من نوع اخر فقط، يعني الصحفي اللي يكمل يغطي الاحداث اللي تزعج النظام يلقى روحه معتقل من طرف عناصر الشرطه. الاعتقالات يعني تبدا بالعقل، يبداو يعتقلوه ربما مره اولى، يقولوا كونترول ديدونتيتي فيريفيكاسيون تاع لا كارت ناسيونال، يحكموه في الكوميساريا بوندون بليزيور زور، تفض لا جورني ما يخدم والو، من بعد ما يكون ماكو فرا سي بون، اون فوا ما كتبتيش لارتيكل تاعك لو جور مام، لارتيكل ما عندك ما دير به سي بون، ما خدمتيش نهار هذاك راح الجورني، ويعاودوها له واشاك فوا كي يلقاوه بيرسيستون، ما يحبش يعني ما يحبش يحبس من العمل تاعو ويكمل بالقيم من العمل تاعو، تبدا مضايقات، ربما يمدوا المضايقات يخليوا سلك العداله يتكلف بالمضايقات، يعني حقيقه العداله تتكلف بالمضايقات، سي دير لو هارسيلمون، سكون ابل لو هارسيلمون جوديسيار. واش دير العداله؟ دلك كونترول جوديسيار، منع من مغادره التراب الوطني، تحط ربما الصحفي، يمكن حتى انها تضع الصحفي في السجن اذا واصل على رفضه انه يتبع لا لين ايديتوريال امبوزي بار لو بوفوار. دونك هنا اليوم رايحين نهضروا اونتروتر على الحاله تاع الصحفي خالد درارني. خالد رارني اللي هو لان دي مومبر فونداتور اوسي تاع لو كوليكتيف دي جورناليست الجيريان اوني سكون ابل لي جو، وهما يعرفوا ايضا اللي داروا مبادره الصحفي حر. خالد رارني ايضا مؤسس لو سيت دانفورماسيون كاسبا تريبون، و سي اوسي لونفوي سي اوسي لو كوريسبوندون تاع لو ان جي انترناسيونال مراسلون بلا حدود روبورتر سون فرونتيير. خالد راني من الاوائل اللي خرجوا الكوفري، وخالد راني كان من قبل ان يبدا الحراك كان صحفي يغطي سواء او نيفو ناسيونال او بيان انترناسيونال، يغطي احداث سياسيه اللي تحدث في الجزائر، وذلك لم يكن يعجب منذ البدايه النظام الجزائري. لكن بعد بدايه الحراك ومن اللي بدا الحراك راهو كان من اوائل اللي غطيو بصفه دون فاسون كونتينيو، يعني يغطيو كل ثلاثاء وكل جمعه،
ومن بعد كل سبت ما يحدث في الحراك، إضافة إلى المحاكمات اللي قاعدة تحدث تاع المعتقلين الرأي. إذا خالد راني تلقى العديد من إلى سوبي بلوزيور مناص، إلى أو بلوزيور مناص دو لابار دي فورس دو لوردر، اعتقل العديد من المرات، كل خطرة يخرج منها سلامات، سيتادير يحكموه، يحكموا له التليفون تاعو، يحبوا يفركتوا التليفون، كدا ما يحكموا عليه والو، دونك يسيبوه على شاك فوا. مي لور دو تروازيام ساندي، السبت الثالث من الحراك، يعني سيتي لو 7 مارس، لو 7 مارس اللي فات، تم اعتقال الصحفي بون، تم قمع ديجا، تم قمع مسيرة بأكملها، واعتقال الصحفي خالد الدراني. Il a été maintenu en garde à vue, le وضع تحت النظر. الجورني الاولى بعد الجورني الثانيه بعد الجورني الثالثه، هذا كل لانهم ما كانوش قادرين انهم يديفيرويو لو تيليفون تاعو، يعني ايفون 11 جو بونس اللي ما يقدروش يديفيرويه، دونك طلبوا منه انه ديفيروي تيليفون لكنه رفض، لانه il doit protéger ses sources، عنده دو نومبرو سورس اللي يعطيوه في المعلومات في الهاتف تاعو، والصحفي معروفة في العالم كامل أنه ما يقدرش يمد لسورس تاعو لأنه يعرضهم إلى الخطر، لأنه واحد كي يعيط للصحفي باش يعطيه دي زانفورماسيون عن بالو بروحه محمي، وعن بالو بروحه وعن بالو بلي هذا ما يشكلش خطر على حياته ولا على عمله ولا على مهنته أو على أي شيء كان. إذا كي كان خالد يحللهم التليفون تاعو، هذا يعني أنه يعرض العديد من لي سورس تاعو، يعرضهم للخطر، وهذا ما رفض القيام به، يعني حطوه خطرة أولى ثم خطرة ليلة أولى ثم ليلة ثانية ثم ليلة ثالثة، يعني بات في الكوميساريا تاع كافينياك ثلاثة ليالي، ومن بعديك بريزونتي هو شاك فوا كل لو لون دو ما يعاودو يبريزونتي هو البروكيورور يبرولونجي لهم لا كارد افي اون اسبيرون كو يحل لهم تليفون، ما حلش تليفون. ونظرا لما حدث، يعني الضجة الإعلامية اللي دارتها اعتقال صحفي أثناء القيام بمهامه، نذكر ونعيد أثناء القيام بمهامه، لأنه خالد راني عندما تم اعتقاله كان يقوم بمهامه كصحفي، ويعني حتى في الديونطولو ماشي في الديونطولوجي، في المعاهدات الدولية اللي مضت عليها الجزائر ممنوع اعتقال صحفي اثناء القيام بمهامه، وهذا يشكل امر خطير، لانه في الدستور الجزائري اللي عفسوا عليه الي روتور، الدستور الجزائري في الماده 55 اظن منه او 50 نسيت، المهم يكفل حريه الصحافه، يعني الصحفي من حقه القيام بمهامه. قانون الاعلام ايضا، قانون الاعلام اللي داروه هما ويعفسوا عليه كومام، يمنع سجن صحفي لأنه قام بمهامه كصحفي بتغطية الأحداث، يعني عفسوا على القوانين العضوية، وعفسوا على القانون الأساسي تاع الجزائر اللي هو الدستور، وعفسوا على المعاهدات الدولية التي هي تسمو حتى فوق الدستور، والتي هي تعرض الجزائر إلى عقوبات دولية لأنها لم تحترم التزاماتها، يعني هذوما راهم يلعبوا بالجزائر كاملة من أجل تصفية حساباتهم. دركا راهم يصفيو في حساباتهم، ومن اجل هذا يلعبوا بالجزائر كامله، ما يهمهمش انها الجزائر كامله كبلد كدوله تتعرض الى عقوبات دوليه، هذه ما يهمهمش، ليسونسيال سيكو يديروا واش حابين يديروا. المهم خالد راني تم اعتقاله اثناء القيام بمهامه، وحطوه تحت الرقابة القضائية، وعلى لأن الصحفيين حوالي أكثر من 450 صحفي قاموا بإمضاء عارضة للطلب بإطلاق سراح الصحفي خالد راني، لأن هذا مثل هذا شيء يمكن أن يحدث لأي صحفي، أي صحفي يمكن أن يقوم، ومش غير تغطية حراك، يعني نلاحظوا باللي تقدر تهدر معلومة ولو ما يحشموش حتى، يقول لك غير عندها يومين فقط، يقول لك يخرج وزير الاتصال ويقول لك عندك غير الوسائل، يعني غير لا كومونيكاسيون اوفيسيال، يعني عندك الحق تكتب باغ اكزومبل حول الكورونا إلا ما يقولونه هم، يعني كان تروح تبحث وتشوف خبراء عالميين ووطنيين ديزانفيكسيو دي سبيسياليست في الانفيكسيو ديزانفيكسيولوج دي ابيديميولوج ولا دي فيرولوج، تروح تبحث معاهم ويعطيوك اون فيرسيون اللي ماهيش متماشيه مع لا فيرسيون
تاع السلطة الجزائرية، يعني يمكن أن يعرضك ذلك إلى عقوبات، وهذا أمر خطير أيضا في حركة ضد حرية الصحافة. نرجع لقضية خالد الدراني. خالد الدراني اليوم القضية تاعو تمر، بروفيتيو بيان سور، ils ont profité de l'occasion انها كاين اون تريف سانيتار، يعني الحراك توقف باش يقومون بتصفية حساباتهم مع كل المعارضين، مع كل الصحفيين الذين لم قرروا أن يقومون بمهامهم مثل ما يجب القيام به، يعني ينقلون المعلومة كما هي دون زيادة أو نقصان. يعني خالد راني ما كان يفعله أثناء المسيرات هو القيام بفيديوهات، يعني فيديوهات بدون حتى أي، ما يديرش فيها ميم با أن مونتاج، يعني الفيديو يحطها كما هي على المباشر. يعني ما عندك ما تقول في العمل تاعو. ابري سي المتفرج هو الذي يفرق، ان كانت ما هو اللي يدير الفكره تاعو وحده، لانه راهو يشوف في فيديو اون طون ريال واش قاعد يصرى. هما هذه ما ساعدتهمش، لانهم يقومون بالقمع باعتقالات عشوائيه، يخترقون قوانين الجمهوريه والقوانين العالميه. وبهذا العمل تاع خالد دراني، وخاصه انه كان يبت ويرى على الجانب او نيفو انترناسيونال، هذه ما ساعدتهمش. دونك الفالي يسكتوه، باش يسكتوه داروا كيما مع سفيان مراكشي. سفيان مراكشي هو صحفي اخر، دار بث مباشر مع قنوات عالميه وقنوات قنوات معروفه ومتابعه على المستوى العالمي، دخلوا الحبس عنده أكثر من 6 أشهر ونحن نناضل. يعني حتى الائتلاف الصحفيين الجزائريين الأحرار هو درناه، يعني وخالد واحد من لي مومبر فونداتور، وانا ايضا، وهناك بعض دوتر مومبر فونداتور يعني معنا، درناه سيتي على باس بور ديفوندر لو جورناليست، باش ما يصراوش تجاوزات مثل اللي صراو مع سفيان مراكشي. يعني وماشي، وسفيان مراكشي ليس وحيد، لانه هناك صحفي سعيد بودور اللي هو ايضا عليه ان موندا داري ان موندا انفا موندا دو ديبو كاين عليه سي، حتى هو راه امر بايداع تحت السجن المؤقت. عندك قلنا سفيان مراكشي كان عازب الشيخ، كان في الحبس، راهم سيبوه كي غير وحكموا عليه اون بان صغيره يعني تاع حبس. انا شخصيا اتعرض لمثل هذه المضايقات، عديت 10 اون فوا، ديت براءه. دركا داروا لي قضيتان اخرتان، اللي هي دي بوبليكاسيون من شانها المساس بامن الدوله، يعني المنشورات تاعي اللي نقوم بها من شانها المساس بامن الدوله، وهذا يعني اني اتعرض الى مضايقات من اجل كتاباتي، والذي هي حاجه قانونيا في القانون الجزائري والقانون العالمي ممنوعه، لانه هذا مثل هذا العمل يقومون بتجريم الصحافه، يعني الصحافه قلبها هما جريمه. ونذكر ونعيد ان الصحافه ليست جريمه، الصحافه مهنه نحب ولا نكره. هناك ربما بعض الصحفيين اللي نسمعوا سوفون الشعب يقول صحافة شياطين، لكن في بعض الحالات نفهم بعض من الزملاء اللي خافوا على روحهم، اللي ما يحبش يقول لك اليوم نكتب مقال ونوقف مع الشعب، ونوقف مع مع ماشي نوقف مع الشعب، نوقف مع الحق. يعني يكتبوا مقال تاع واش قاعد يصرى في البلاد، غدوة يلقى روحه في السجن، ويلقى عائلته ما عندوش شكون يوكلها، يلقى أبناءه يستناو فيه، ما عندهمش شكون يصرف عليهم. دونك ما نفهم بعض الزملاء أنهم يخافوا أنهم ما يكتبوش، وأنهم على غالب ما نلومهمش. لكن اليوم عندنا حقيقة مرة جدا، أنه الزملاء اللي راهم قاعدين يكتبوا وهم كثيرون، يعني ما همش في شويه، كاين ياسر الزملاء اللي قاعدين يكتبوا، هم المئات عبر الوطن، وكاين حتى اللي هربوا من الجزائر وراهم حاليا في اوروبا، وذلك ماشي باسكو حابين يعيشوا في اوروبا وكيما نتخيلوا فيها انهم عايشين لا بيل في في الاوروب، نو با دو تو.
راهم عايشين في دي سيتياسيون كاتاستروفيك، ما همش راهم عايشين باللي زيكونومي تاعهم اللي داروهم هنا لحياتهم كامله، وهم يخدموا باش يديروا كلكو زيكونومي. بالك كانوا حاب، واحد كان حاب يشري دار، واحد كان هاك ما عندناش باش يديروا، درك راهم يصرفوا في لي زيكونومي تاعهم باش يعيشوا في الاوروب، باسكو كاين دي موندا داري كونترهم، لانهم قاموا بمهامهم كصحفيين، غطوا الاحداث وما خافوش من النظام هذا، النظام اللي يقمع الصحفي، النظام اللي يقمع الطبيب، النظام اللي يقمع المحامي، النظام اللي يقمع كل الأصوات التي تتعالى باش تخرج ضده. إذا اليوم قلنا عدى الصحفي خالد راني ملفه، أو ملف الصحفي خالد راني عدى على غرفة الاتهام للجزائر العاصمة باش باش يعيدون النظر في الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية، وتم الإعادة في هذا في إعادة النظر، وحطوه اكتويلمون سو موندا ديبو، يعني خالد راني حيدخل الحبس يعني بعد لحظات، يمكن يطبطبوا عليه يروحوا له للدار ويعتقلوه، ويعقب اليوم بالك أول ليلة تاعو في سجن الحراش، وهذا أمر خطير جدا. ونذكر ونعيد، لانه الصحافه ليست جريمه، لانه واش ماقدرش يديروا لو تيروريزم، لو تيروريزم في لي زاني 90 في التسعينات في التيروريزم، الصحفيين واصلوا الدفاع عن واحد من بعض المكاسب الديمقراطيه اللي كاين في الجزائر اللي هي حريه الصحافه، لانه في التسعينات اكتسبت الصحافه الجزائريه حريه كبيره ودافعوا عليها الصحفيين، وهذا ما كلفهم حياته، كلف حياة العديد من الصحفيين مثل اسماعيل يفسح وطاهر جاوت يعني، والعديد من الآخرين اللي ضحوا بحياتهم باش يدافعوا على هذا المكسب اللي هو حرية الصحافة. اليوم لي جوج هادما اللي راهم ربما مو ماشي ربما لي جوج هادما اللي راهم يتبعوا في التعليمات، راهم يقتلوا في حرية الصحافة، يعني واش ماقدرش يديروا الإرهاب قاضي قاعد يدير فيه درك، يعني إنسان يحكم أحكام باسم الشعب الجزائري، راهو يحكم كي ينطق الحكم تاعو ينطق نعم باسمي وباسمك وباسم باسمكم انتم اللي قاعدين تفرجوا وباسم كامل الشعب الجزائري، نعم باسم الشعب الجزائري يريدون قمع الصحافة، ويريدون انهم هذا ينحيوا لنا هذا المكسب الديمقراطي الاندرار اللي عندنا في البلاد، حابين ينحيوه لنا دركا، ينحيوه لنا ان جوج اللي ما قدرش يديروا، اللي ما قدرش الجوج هذا لكن يسمع فيا راني نقولها له اون فاس ونقولها له ديريكتومون، اللي ما قدرش يديروا لو تيروريست في التسعينات راك انت تدير فيه خير منه وخير من مش كان قادر يديره هو. المهم نرجع لقضية خالد راني، قلنا حطوه في حطوه اليوم نورمالمون يتحط في السجن. هضرت معاه قبيله، اخر كلماته ما قال، ما هضرش ما هضر والو، كانت معنوياته يعني الحمد لله كانت معنوياته مرتفعه، هضر معنا بكل شجاعه، ووصلنا على حاجة واحدة، وصلنا أن ما ننساوش ملف الصحفي سفيان مراكشي اللي هو في السجن منذ حوالي 7 أشهر، يعني نعم 7 أشهر ماهيش والو، 7 أشهر بلا في السجن بدون سون جوجمون، يعني ما شارعش ما عداش 10، يعني 7 أشهر محطوطة كاكا، 7 أشهر سجن احتياطي في انتظار أنهم يبرمجوا القضية تاعو، برمجت القضية تاعو من بعدك أجلها، نعم أكثر من 7 أشهر تقعد في السجن، ومن بعدك يقدروا يعطيوك براءة عاديا، وعلاه؟ لأنهم حابين يسكتوك، لأنه الحراك كان قائم، لأنه هو كان صحفي في قناة عالمية، في قنوات عالمية، كان مراسل العديد من القنوات العالمية، ومش هم حابين وش يحدث، ما يحدث في الجزائر ما همش حابين يوصل يسمعوا به العالم، لانهم عبالهم بروحهم غلطين، لانهم عبالهم بلي قاعدين يقومون بتجاوزات خطيره وخطيره وخطيره جدا، دونك سي بور سا كي سون اون تران داريتي لي جورناليست اللي يقدروا يوصلوا صوت الجزائريين في الخارج. ميزابار لو كا تاع خالد راني والعديد من الصحفيين، اليوم الامس شاهدنا تجاوز اخر خطير من سلك العداله، يعني اللي هي قضيه كريم طابو.
كريم طابو اللي حكموا عليه بدون حضوره، لي زافوكا تاعو ما خبروهمش، لو بروسي تاعو داروه اون ان طون ريكور الوغ كي كان حيخرج دون كيلكو جور، اون ان طون ريكور بروغرامي له ان بروسي جوست باش يبدلوا له لابان، يعني يغيروا له لابان تاعو. والحكم بعد الحكم الاول مازال ما خرجش ومازال ما تسينياش، يعني مازالوا ما حينوش وما سينياوش الحكم تاعو، وكمام كسروا الشرع وداروا حكم جديد، الحكم الاول مازال ما تسينياش. يعني جامي شفنا العداله الجزائريه تزرب بهذه الطريقه، يعني كاين ناس مساكن في السجون تتمنى انها غير يجدولوا لها القضيه تاعها ويبرمجوا لها القضيه تاعها وتشارع، وما شارعوا لهمش. واما هذا اللي شارع خطره قدروا يعاودوا يبروغرامي له قضيه، خير نفس القضيه يعاودوا يبروغراميوها له، يكسروا الشرع يستأنفوا ويعاودوا له ويعاود يشارع ويعدي من با لي زافوكا تاعو ما كانوش عن بالهم، يعني ما عندوش يعني هذا يتناقض مع القوانين الدوليه ومع لا شارت تاع لونو، تاع لا شارت تاع لي دروا دو لوم تاع لونو اللي هي حق في حق في الدفاع، كي يعود عنده شرع ما عطاولوش حق في الدفاع، ما كانش حاضر يعني حتى باش يواجهوه بالتهم ما كانش. السيد كان 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 مريض، صار له ان بيك دو تونسيون، صارت له مام اون باراليزي فاسيال، وما واجهوش بالتهم، يعني السيد شرعوا له بلا ما يكون هو شغل غيابي، بصح هو تحت التصرف تاعهم، يعني ما يقدرش يكون غيابي وهو تحت التصرف تاعهم، لان المشكل تاعهم هما اللي لازم يجيبوه، وكاين منعوه من واحد من حقوقه اللي هو الحق انه يتروبورت على البروسي تاعو، البروسي تاعو دو فيت اتر روبورتي باسكو لا ديفونس لي كيلكو زافوكا اللي قدروا يروحوا راحوا بارازار، يعني ils ont demandé le report، يعني هذا حق تسوري، حق في الاجراءات في الاجراءات تاع العداله، لكن رفضوا له هذا الحق، وعلاه اون سو دوموند وعلاه. هذه هنا نقدروا نفهموا باللي كاين النظام الجزائري حاليا راهو يبروفيتي من ازمه، هذه الازمه الصحيه كورونا، عوضا انه الجزائريين كل سواء كانوا معارضين، نعم معليش السلطة هذه والنظام هذا يمكن نتعارضوا معه، لكن كجزائريين نخموا في المصلحة العليا للبلاد، نقدروا نتفقوا للمصلحة العليا للبلاد ولصحة كامل الجزائريين، نعم. وهذا ما وهذا اللي وصلنا له، يعني الناس اللي في الحراك والناس اللي رزان والناس اللي العاقلين، ويعني كل الفاعلين في الحراك طلبوا تعليق المسيرات. وعلى تعليق المسيرات ليس خوفا لكن حبا في البلاد، حبا لانهم كانوا حابين المصالح العليا للبلاد، لي زانتيري سوبريم دو ليتا الجيريان، يخموا في الجزائر كدوله، ما يهمش يخموا في العصابه، ما داروهاش للعصابه، ما داروهاش لارواحهم، داروها للجزائر. يعني كنا ننتظر على الاقل انه السلطه هذه انه سيزي با سو جور دوكازيون، يعني سي با، كنا عم بالنا باللي كاين هذا النظام عنده اون باساس يعني اللي ما نقدرش نتصورها، بصح مش لهذه الدرجه، يعني بروفيتي دون سيتياسيون دو كريز، انها الجزائر في ازمه حقيقيه، ربما اكبر الازمات التي تمر عليها البلاد منذ استقلالها وحتى قبل، هي الازمه هذه، وانهم هما دركا يستغلوا هذه الازمه باش يصفيوا حساباتهم مع المعارضين، باش يدخلوا الناس الحبس، باش يقنعوا، باش يديروا مثل هذه التصرفات. وكامل الجزائريين ينادون ان نكونوا في هذه ليطاب، ان نكونوا متضامنين مع بعضنا، كل نخدموا يد في اليد، نساعدوا بعضنا، لان نسحقوا كل بعضنا اكتوالمون. الدولة الجزائرية وليس الدولة الجزائرية، النظام الجزائري يرفض ذلك ويفضل سياسة القمع. إل بروفيت أوسي سيرتو باسكو، علاه فهمنا حقيقة، فهمنا نقدروا نغطيو بالشمس بالغربال ونقولوا باللي نو نخليوها أو نيفو ناسيونال، ومن حنا في حنا والبراني عبرا، وي سي بو كي نهضرو كيماك، سوف كو فهمنا صافي لونطوم اللي فهمنا باللي السلطه الجزائريه ما تخافش من الجزائريين، دي مليون دالجيريان 22 مليون جزائري في طريق ما خافتش منهم، من واش تخاف؟ تخاف غير من سيادها السلطه هذه، تخاف من الخارج، تخاف من الاوكسيدون،
تخاف من القوى العظمى، هذوم اللي تخاف منهم، صادير كي يعطيوها كيقولها فازي فازي، كيقولها لا لا. دونك اكطويلمون يل بروفيت من لا سيتواسيون دو كريز اللي كاين او نيفو انترناسيونال، يعني لوبينيون بوبليك انترناسيونال مكونسونطريا غير مع لا كريز تاع كورونا فيروس، باش يقمعوا اون توت سيكوريتي، يعني واحد ما يقلقهم واحد ما يقولهم علاه، لانه لوبينيون بوبليك لات يا اير تو الموند ريغارد اير. دونك هما ايزون بروفيت باش يديروا لوغ سال بوزوني، قاعدين يديروا في الخدمه الخامجه تاعهم دركا، ويعتقلوا في العديد من المناضلين، يخترقوا في القوانين الجزائريه والدوليه اون توت، يعني هذا من المؤسف انه يبروفيت من لا سيتواسيون هادي باش يصفيو حساباتهم، لانها نعم هي تصفيه حسابات. العداله ماهيش حره، ماهيش مستقله العداله تاعنا كيما نشوفوا، لانه لو كا تاع طابو الى ايتي بروغرامي سورمون اي نورمالمون سيلون بليزيور افوكا الى ايتي بروغرامي بار لو بروكورور جينيرال. لو بروكورور جينيرال باش نعرفوا برك، لو بروكورور جينيرال ماهوش تابع العداله، راهو تابع ديريكتومون ليكزيكوتيف، راهو تابع ديريكتومون لو مينيستير، يتبع لي زوردر دو مينيستير دو مينيستير، يعني ماهيش حتى العداله باش لانه بعض الناس يقول لك باللي الجوج اتخذ هذا القرار وحده من راسه، موقف ارتجالي، وزاره العدل ما عندها حتى علاقه، وما تدخلوش شعبان في رمضان ايتو. نقول لكم باللي وزاره العداله عندها دخل كبير، لانه سي لو بروكورور جينيرال كي اوكي كي شارجي دو لا بروغراماسيون دو سو جور دو بروغراماسيون، لكن لو بروكورور جينيرال بروغراما اون افير اوسي كومبلكس، اون افير كيما هادي في ربعه ايام، الور كو لافير سفيان مراكشي كي بوكو موان كومبلكس ضربت سبعه اشهر باش حبوا يبروغراميوها، جوست باش يخليوه ساكت لو ماكسيموم دو طون بوسيبل، ما يهدرش، انه صوت الجزائريين ما يوصلش على المستوى العالمي، هذا واش حابين. دونك خليوه في الحبس لي ماكسيموم بوسيبل. دونك لو بروكورور الى كونتريبيو، لو بروكورور جينيرال تاع 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 الجي الى كونتريبيو باش يزرب في القضيه باش توصل للقاضي، باش من بعد القاضي يعطيه عام سجن، يعني بدل كومبليتوم الحكايه واعطاه عام سجن، نعم سنه كامله سجن في حق، لانه علاه، لانه سبحان الله، لانه دار سياسه، نعم ايضا السياسه في بلادنا راهي ان كريم، كيما الصحافه، السياسه تجريم العمل الصحفي وتجريم العمل السياسي، هذا واش قاعدين يديروا. كيما لاحظناهم يعني سي لو ميم سيستم اللي ضرب الاطباء المقيمين، كي خرجوا يطالبوا شي، يطالبوا بحق الجزائريين في العلاج، خرجوا يطالبوا بلي موان. اليوم رانا نشوفوا عام ونص او حوالي برسك عامين ابري لي مانيفيستاسيون تاع لي ميدسان ريزيدون، يخرجوا يطلبوا في حقهم وليس في حقهم، ما خرجوش يعني يطلبوا في حقهم في صوار الواحد، خرجوا يطلبوا في حق الجزائريين في العلاج، يعني كو لي موايان سوا ديسپونيبل باش يقدروا يعالجوا الجزائريين. ضربوهم سكتنا كي سكتنا، واش صرا من بعد؟ رانا نشوفوا في الحاله الازمه اللي عايشتها البلاد درك، ما عندناش لي موايان، درك كورونا راهي كان بربي ان شاء الله ما توصلش لي كا، لو نومبر دو كا اللي صراو في الايطالي، مي كان يصرا لو نومبر دو كا اللي كاين في الايطالي اون بورا باسو، ما يصراوش كيما في طليان 700 ميت في النهار، حنا ويصراو عندنا سي كارثه، لان ما عندناش لو نومبر دو ريسبيراتور يل نو ديباس با لي 400. طليان كانوا عندهم بلو دو ميل، وزاد بعثت لهم لاشين ميل زايدين، مالغري سا ما قدروش يواجهوا، حنا سي با افيك لي 400 تاعنا كو حنقدروا نواجهوا. فرنسا كيف لاشين بلي موايان اللي عندها كله ما قدرتش، حنا كي خرجوا الطب لي ميدسان يدومونديو لي موايان، اسكو لي موايان سوا ديسپونيبل باش نداويو لي زالجيريان، باش نداوي انا وانت والجزائري البسيط اللي ما يقدرش يروح لفال دو غراس، اللي ما يقدرش يداوي في المستشفيات الاوروبيه، قمعوه لو ريزولتا رانا نعيشو فيه درك، وجيسبر كو ما نخلصوهش غالي، جيسبر فريمون كو ما نخلصوهش غالي لو ريزولتا تاع القمع هذاك، تاع اوليو اللي يوفروا لهم لي موايان ديسيداو باش يقمعوهم. اوكي دونك نديرو ان بوتي ريكوبير ريكا، نرجعو نديرو ان بوتي ريزومي بركا.
سي كو اليوم العمل السياسي أصبح جريمة، العمل الصحفي أصبح جريمة، لأن العديد من السياسيين مثل كريم طابو راحوا في الحبس لأنهم عارضوا النظام فقط، وأعارضوا النظام واتباعا للقانون، يعني عارضوه ما خرجوش على القانون باش يعارضوا النظام، ما راحوش العمل المسلح، ما داروش حوايج ممنوعة، مجرد فقط أنهم عارضوا النظام. الصحفيين كيف كيف، هناك العديد من الصحفيين هم في السجون الجزائرية ويستناو، ربما يستناو فيهم حتى يموتوا كما مات طامال قبل، باش نبداو نهضروا، باش من بعد كسرة روتار كي يموت صحفي تبقى وسمة عار على الجزائر، على الدولة الجزائرية كاملة. نشوفوا نمد لكم دي زيكزومبل كونكري، باغ اكزومبل ما سيتياسيون اللي هي اكتوالمون، عندي قضيتان في التحقيق، عند غرفة التحقيق الأولى وغرفة التحقيق الثانية في محكمة عنبة، قضايا ما عندها حتى معنى، يعني جو سوي اكوزي اني درت منشورات تمس بالمصالح الوطنية، منشور يعني كي تكتب، كي نكتب انا باللي تم قمع مسيره تسمى مسيت بالمصالح الوطنيه، نعم. وفي القاضي في قضيه اخرى اللي ديت فيها البراءه، الحمد لله ديت فيها البراءه، لانه كما كاين صحفيين نزيهين ونزهاء، كما كاين قضاة نزهاء ايضا، مثل القاضي اللي عديت عنده قال لي لن اقبل ان اكون عصا تستعمل للقمع، يعني من الاول في النهار لو بروسي قال لي بلي مانيش حنتبع لي زوردر، كان يجيو دي زوردر، وقالها لي، قالها لي فيربالمون، قال لي كون جيت عن بالي بروحي هنا باش نتبع، لي زانستركسيون اللي مدوهم لي ما كنتش جيت اليوم. المهم الحمد لله خرجت براءة في القضية هذيك، بصح قبل ما نخرج براءة كونفوكاني لو بروكيور برينسيبال تاع محكمة عنبة باش يقول لي اسكت في هذه المرحلة، اللي قاعدين نعديو عليها هذه، اسكت، ما تزيدش تهضر، ما تزيدش تكتب، ما تزيد تهضر والو، ما تزيد تكتب والو، اسكت برك، وكي تعدي لا بيريود هذه اهضر واش تحب، استعمل حرية الصحافة وحرية التعبير تاعك كيما تحب، وتقدر حتى دير سياسة لحبيتي، كأنه لازمت لنا بيرميسيون، لازم للشعب الجزائري بيرميسيون باش يهضر على السياسة، وكي شغل وقت الستينات انترديت تهضر في السياسة. بref المهم اليوم لازم نكونوا انكور موبيليزي، ادعو زملائي الصحفيين كل سونز اكسبسيون، سواء كانوا بدون بلا ما نحكيوا على التوجهات السياسيه تاعهم، كنت مع المعارضه او مع الموالاه، او يعني صحفي نورمالمون يكون نادر، بصح باش ما نكبوش على بعضنا، لو جورناليست اي افون تو ان سيتوايان الجيريان، يعني خارج عمله يقدر تكون عنده، قناعات شخصيه تتبدل من صحفي الى اخر، يقدر يكون عنده قناعات سياسيه ايضا، دونك هنا ما فو بون اون ايفيت نخلطوا القناعات السياسيه تاعنا مع الـ مع الـ مع الـ مع المهنه تاعنا، ولكن او ميم طون كاين دي ليني ديتوريال اوسي اللي راهم ماشيين، يعني لا ليني ديتوريال اوسي يمكن تكون عندها طابع سياسي نوعا ما. وش اذكر واعيد وندعو كل الصحفيين لي كونفرير تاعي كل الزملاء انهم يوقفوا مع الصحفي خالد راني، لان كيما نشوفوا اليوم على اليوم راهو خالد، غدوه سصرا نوتر جورناليست، ومش فورسيمون حيكون من المعارضه ولا لانه غطى خارج، باسكو لي جورناليست راهم يتحكموا، تقدر تكتب على اي قضيه تكون حتى ماهيش في المعارضه، تكون ما عندهاش طابع سياسي، وشفنا بعض الصحفيين كتبوا، يعني صحفيين حتى كانوا يخدموا في النهار ولا في النهار والجروب ميدياتيك النهار، وكتبوا على قضايا، يعني كتبوا على قضايا ماهيش سياسيه، والقضايا هذه قاست يعني ولاد دي بيرسوناليتي في الدوله، كي قاست ولاد دي بيرسوناليتي في الدوله لقاو روحهم في الحبس، ولا لقاو روحهم في الشروعات، بون في الحبس نو با بور لو مومون، مي لقاو روحهم في الشروعات وراهم معرضين للحبس، يعني كيما قاعد يصرى لخالد اليوم، وكيما قاعد يصرى لي انا، وكيما قاعد يصرى لسفيان مراكشي، غدوه يقدر يصرى لنيمبورت كال جورناليست الجيريان اللي متواجد اللي متواجدين في التراب الوطني، لانهم قاعدين ينقلوا في الحقيقه،
تقدر تهدر على اون افير درناك، على اون افير ديسكروكري، على اون افير دو كوربسيون، على اون افير ربما حتى دي زافير موان امبورطون كو سا. تقدر تهدر على ان في ديفير تقيس فيه او ريسبونسابل بلا ما ان بالك، تلقى روحك في الحبس. يعني اخي وزميلي، ندعوك انك تتضامن مع الصحفيين اللي راهم يعيشوا في هذه الفترة الحرجة، لأنهم يعيشوا مضايقات. أدعوك أنك تتضامن معهم وتوقف معهم، ونقول كل باللي الصحافة ليست جريمة. نديروا كما زملائنا المحامين اللي يرفضون، اللي عندهم لا سوليداريتي في المهنة تاعهم، يرفضون انه محامي يتقاس في اطر خارج القانون. لازم نديروا كيفهم، ولازم نتهيكلوا، ولازم الصحفيين يتهيكلوا وينظموا روحهم باش ما بقاوش يعفسوا عليهم كيمك، وباش يقدروا يوصلوا صوتهم وصوت الشعب ويهدروا بلا ما يخافوا. لانه لازم يجب على الصحفي انه يهدر بلا ما يخاف. وهذا واش نطلبوا برك، هذا كصحفيين هذا واش نطلبوا؟ ما نطلبوش، ما طلبنا لا زيادة في الأجرة، لا 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 أي شيء آخر، لا ما طلبناش دي زافونتاج سوسيو بروفيسيونيل. طلبنا فقط الحرية وحقنا في أداء مهامنا والقيام بعملنا باتباع فقط أخلاقيات المهنة. يعني نتبعوا اخلاقيات المهنه وفقط. ما نسحقش انا يجي لابوليس بوليتيك توقف عند راسي وتقول لي هذه تكتبها وهذه ما تكتبهاش، ولا كتبتي هذه ولا ما كتبتيش هذه. ما نسحقش اشاك فوا نكتب ان ارتيكل نتكونفوكا الكوميساريا ونبات لتم ونسمع واش وعليه كتبتي هذه وعلى ما كتبتيش هذه، وكون كتبتي هذه خير، كانه هو الرئيس التحرير تاعي ولا كانه هو الديريكتور دو بوبليكاسيون تاعي يقول لي واش لازم نكتب واش ما لازمش نكتب. لا، الصحافه ليست جريمه، اعيد الصحافه ليست جريمه. هذا واش عندي نقول. شكرا على الاتباع.